فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجانب الثاني من التربية، أن يرى أبناؤك أن قلبك رحيما، أن قلبك رقيقا، أنك إنسان كامل سوي. والكمال لله عز وجل، لكن تبحث عن الكمالات، ما تعنف بالألفاظ البذيئة، ما تجرح، تبحث فقط كيف تتودد لأبنائك. هؤلاء فلذت كبده، من لأبنائك بعد الله غيرك؟ إذا فقدوا حنان الأبوة أين يذهبون؟ إذا فقدوا البنت، بنتك هذه التي تصيح عليها، التي تضربها، التي تفعل بها، من لها غير الله ثم أنت؟ فهذا أمر مهم جدا، أن تحس بأحاسيس الطفل والصغير وابنك، وتكون لهم خير والد لولد. فإذا وفقك الله لترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة، قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهذا في التقبيل في القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا كله يجعلك تتواضع، لكن إذا أحبك أبناؤك وهابوك بالحب، فهيبة الحب ليست كهيبة الضرب،